العشر دقائق فيها أفضلية لأتلتيكو مدريد. أخطاء وخطيرة والتسديدة والتصدي مرة أخرى، تصدي آخر خيالي من فيك حارس المرمى، ولاحظ الكرة الماضية وهنا تصدي آخر خيالي لفيكتور فالديس على مرتين، لكن بعد ذلك المدافع بالفعل جيرار بيكي أبعد الكرة الماضية. شوط ثاني، الإثارة مستمرة والعمل الكبير موجود، ولاحظ ركن الكرة وين؟ في الزاوية البعيدة، ولذلك حالة طيران من حارس المرمى. لكن من الأهداف السبعة نحن الآن لازلنا ننتظر الهدف الأول هذا المساء. كرة من جانب اللاعب التركي، الآن مرور جميل للاعب توران، وهذه خطيرة خطيرة خطيرة. الله الله، الكرة الماضية تناقلوها بالفعل توران مع فيكتور مع دييغو كوستا، وبعد ذلك التصدي الخيالي في الكرة الماضية. كرة كانت بطريقة ممتازة تخلص من جيرار بيكي، ولولا فالديس لشاهدنا الشباك تهتز للمرة الأولى في قمة السوبر هذا المساء.